اه بالظبط. هو لا في ده بقى حلو، عارف ليه يا استاذ محمد؟ لانه احنا وقت حجز الماتشات الكوره كان لازم الرقم القومي، واحنا بقينا عندنا ثقافه انه الرقم القومي ده نوع من انواع التامين، فهي حاجه بالمناسبه اللي اقل من 16 سنه عنده رقم قومي، يعني عنده رقم رقم قومي، بس هو لو جاب شهاده ميلاد هيكتبه. وعادي يعني، دي برضه نقطة كويسة أنت قلتيها، بس هي الفكرة داخل ده معرض للكتاب، هو رايح يدخل جوه، الهدف من الكيو آر كود هو بس نعد العدد علشان ما نعملش تزاحم جوه، أنت عارف المعرض السنة اللي فاتت يوم الجمعة كان بيوصل لنص مليون. فصعب جدا في الظروف دي. الحاجة التانية مش عارف الدكتور هيثم قال لا، إنه مفتوحين من أول مرة من 10 ل 10 طول الوقت، من 10 ل 7. وده والله أنا أول مرة أعرف المعلومة دي، من 10 ل 10. من 10 ل 10 عدد جمعة، من واحدة من واحدة ل 10. اي الاطفال من اقل من 10 سنين مجانا، اذا لو انا معايا طفل عنده 9 سنين انا باخده، او 10 سنين باخده وبندخل على طول. مش عايز حد من المواطنين يقول لي طب لو عنده 11 سنه، يعني يا جماعه هي القصه مش يعني يعني بالظبط يعني. كبار السن زي ما قلنا، كبار السن وذوي الهمم يحجز تذكره واحده بس والمرافق ليه مجانا. حلو حلو. وسعر التذكره اصلا 20 جنيه مش كده؟ لا لا لا، التذكره مجانا لأول مرة في تاريخ معرض الكتاب، الدخول معرض الكتاب مجانا. لأنه تم التسهيل على المواطنين من وزارة الثقافة ومن الهيئة، إن أنا هبعت هدفع إزاي 10 و20 جنيه بالفوري وبالخدمات. دي مثلا حاجة لم تحدث من قبل، إنه معرض اللي هيتفتح يوم 30 يونيو اللي جاي ده بمناسبة الجمهورية الجديدة هو معرض مجاني. كويس الناس تدخل وتتجول وتعمل اللي هي عايزاه وتشتري كتب، ده كله ببلاش. حلو قوي، نوفر ال 20 جنيه دي نشتري بيها كتاب. بعد المواطنين بيقول طب انا حجزت وما عرفتش اروح في اليوم ده، للاسف هي كده راحت عليك، بس انت معاك ثلاثه بس ممكن يحجز تاني، ومعاك رقم اختك، معاك رقم كذا يحجز بيه، لان بنكرر الهدف هو معرفه الاعداد عشان نقدر نضمن التباعد جوه.